اتفاق ديالي مع الاستاذ الحبيب تيتكلم على المدينه المجتمعه. انا لي انا جو سوي كونتر هذه الفكره هذه. انا ولد الباديه يعني من تنخرج والناس ديال الباديه ما تيقدرش يشوف فضاء قدام. اليوم ديجا تي الاخوان اللي صبوني تيتكلموا على كاين ازدحام واليوم تنتكلم انني نزحم المدينه. بغيتي تتكلم على المدينه الكبرى فكر في ربي رحمه تتحسب علينا. فكر في جماعه الشداده اللي في الحدود ديالها خمسه ديال الامطار على الحدود ديالها. فكر في مهديه في السياحه وعاد نتكلموا على المدينه الكبرى ونصرفوا المشاكل اللي عندنا داخل المدينه نصرفوا لهاد الجماعات. لان اليوم جماعه الشداده طلع عليها السي الحبيب اليوم راه اللي بيضون في تما راه كارثه عظمى. عوض نصرفوا المشاكل الداخليه ديال مدينه القنيطره اللي سبقني الاستاذ القرقوري انه ولات كلها بني نصرفوا تما ونفكروا بهذه الاستراتيجيه ماشي اليوم نفكروا اننا نجمعوا المدينه ونعليو. ما بقى لك ما تعلي سالات المدينه راه الا بديتي من الساكنيه ديالها ما عندك ما تزيد. الا وسعتي الشارع ديال المسيره الخضراء راك درتي انجاز كبير جدا وحافظتي على على على, على, على على الغابة الحضرية درتي إنجاز لأن كاين كلام كثير عليها. إلا حافظتي غير على هذا سير لي أخويا المهدية سير لي الولاد بورحمة جيب لي المدينة الفاضلة ماشي الكبرى المدينة الفاضلة. أنا غادي ندير تنويه الإخوان ديال الوكالة وكما قال واحد السيد في الثورة ديال 2011 هرمنا لي هذه الساعة منطقة ديال عين سبع المخالف المخل ديال 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 الأوتوروت المسيرة لا يعقل المغربي الأجنبي السائح يدخل من المسيره ويشوف ديك الحاله ديال المخالف عيسى. سيدنا عطى انطلاقه ديال اعداد هيكله في 2008 عطى هذه التسنين. اليوم حنا كما قالوا الاخوان 20 سنه ما قال حالها هي الحال ما يمكنش نتكلموا على المدير. كاين الامر الثاني واللي غادي نشكر عليه الاخوان وهرمتوا لهذه الساعه هو الفرماج المثلث اللي قدام الثقل العسكريه في المقاطعه سعود اللي عطاوه فيها الاخوان الوكاله اعاده هيكله واللي كنا محرومين منها. اليوم انا ودربعوكم 6 سنه وساكن في واحد الوضعيه لا يعلمها الا الله وشكرا لكم.